لم يكن الشعر الأبيض دليلاً على نهاية الحياة دائماً، فهذا هيكل العريقي يعود إلى مقاعد الدراسة بعد أن تجاوز 50 عاماً واشتعل الرأس شيباً. بالنسبة للسن أنا لا أعترف بالسن، والسن لا يحدد أي شيء. أشعر أنه شباب طالما أنا قادر أعطيه، طالما أنا قادر أعمل، فالسن ما هوش عائق. السن عائق عند الإنسان اللي ما عندهش طموح. يعني أنا مستعد لأن أدرس كمان وكمان لو في لو الوضع المادي يسمح، مستعد أدرس كمان، أحضر ماجستير، أحضر دكتوراه، ما عنديش مانع. هيكل العريقي الطالب الخمسيني من مواليد مدينة حيفان، تخرج مدرسا لمادة العلوم في عام 1994، ثم عمل مدرسا حتى أصبح موجها. دخلت مجال التربية برضو عن حب، لأنه مجال يعتبر مجال عملي، مجال مرتبط بتربية جيل. زي ما أنت تبني عمارة من الصفر، برضو أنت بتهتم مجال التربية تبني إنسان. لكن أغنية مصرية لا زالت عالقة في ذهنه، أشعلت في مخيلته شغفا قديما ما زال يراوده بأن يصبح مهندسا معماريا. بالنسبة لحب الهندسة منذ الطفولة، من وأنا في ثالث إعدادي كنت أتمنى أكون مهندس، وكنت أستمع لأغنية اسمها لليلى نظمي، يا باش مهندس يا مهندس عمارة الجيران. وكمان أبي كان مقاول، وكنت أخرج معه، يعني أروح الأعمال، كنت أجلس أرسم كان وشخطط. في لازال يمكن لحد الآن من رسوماتي من أيام الإعدادية محتفظها ومش فاضحة. أسباب كثيرة منعت هيكل في أن يصبح مهندساً، لكن طموحه وإصراره كان أقوى من أي سبب آخر ليصبح اليوم مهندساً معمارياً ويناقش بحث تخرجه في جامعة الحكمة. عاد فيه مثلاً مشروع هيكل كان متميز، وأنه كان محتك بالتربويين، ومشروعه كان يعالج مشكلة مجتمعية حالية في الجمهورية اليمنية وبالوطن العربي بشكل عام، أو المناطق التي تتعرض للمشاكل والحروب، وهي مشروع الحدث، بل كانت استنباط مشكلة المجتمع ووضعها حل مجتمعي كيف يحلها. فكان هو صراحة أبدع في مشروعه، أبدع في اختيار المشروع، في اختيار المشكلة ومعالجة المشكلة. اليوم والحمد لله نحن نحتفل بتخرج أول دفعة هندسة معماري، شرف لهذه الجامعة ولهذه المدينة. ومما يزيد هذه الفرحة أن هيكل العريقي أول خريج في هذه الجامعة لهذه المدينة. كان لهيكل وضع خاص لدينا في جامعة الحكمة، هو حاليا استطاع أن يتخرج بفضل جهوده أولا، ثم بتعاون جامعة الحكمة بقيادتها وبرئيس مجلس أمنائها الدكتور صلاح مسفر، تعاون أيضا معنا في هذا الجانب، ووجه بتشجيع الطالب هيكل العريقي. والله من بهمة وإصرار وبدعم من الأسرة والأصدقاء حقق هيكل حلما كان مستحيلا، ففي سن 50 تتغير الميول والاهتمامات وتذبل أحلام الشباب ويبدأ فوات العمر، لكن هيكل لم يذبل بعد. يعني تخيل مثلا بنت صغيرة، متى الاختبار حقك؟ متى بتناقش المشروع يا بابا؟ زوجتي كمان بكرة عندك اختبار، ذاكر. يعني جو شعرت ان انا الطفل الرابع لزوجتي العزيزة. طبعاً بدمناها قدهن شوية. حقق هيكل العريقي أبنيته كاسراً قاعدة العلاقة بين العمر والحلم، ليشيد بعقليته المعمارية والهندسية قاعدة جديدة في أن الإنسان هو الصانع المستحيل ومهندس أحلامه حتى وهو في سن 50. على الجنان لبرنامج أضواء سهيل، تعز.